اليوم المنطقة الحي الحسني مني كتعاني من الباعة الجائلين، كتعاني من فيلات الأمني، كتعاني من جميع القطاعات اللي هي حيوية. اليوم حنا كنشوفوا التريبورتورات هما متواجدين أمام المنطقة الأمنية ديال الحي الحسني في خرق سافر للقانون، كذلك العربات المجرورة اللي هو خرج قرار بالمنع ديالها. اليوم في الحي الحسني كنشوفوا نقط سوداء، مع العلم أن هذه النقط السوداء كيشرفوا عليها ناس اللي هما اصلا خاصهم يكونوا محاربوا هذه الجريمه. اليوم كنشوفوا ان السلطات المحليه في غياب تام، فين هما السلطات المحليه وفين هما الناس المسؤولين؟ دائما من 4 العشيه والفوق ما كنلقاهمش، رغم ان جاء الشخص المعني بالامر اللي هو سيد القائد ملحق الادريس 26 في شخصيه واعوانه، وقاموا بتحرير المنطقه. هنايا هانتوما كتشوفوا فيها 30 سنه وهي كتعاني، هذه المنطقه كتعاني من الضغط، كتعاني من 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 عد من 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 التنفيلات، كتعاني من تجار المخدرات، كتعاني من نقط سوداء. لكن فين هو الدور ديال السلطات الاخرى؟ اين هو دورها؟ فين هو الدور ديال المحاربه؟ فين هو الدور ديال المراقبه؟ فين هو الدور ديال اخذ وضرب من حديد لكل من سولت له نفسه؟ الله يحسن العوان، الباعه الجائلين ها كنعرفوا الباعه الجائلين انهم محتاجين القتل اليومي، وكما خول لهم ذلك الدستور فصل 31 اللي عندهم حق في السكن والرعايه والتطبيب. لكن ماشي الحل انهم يحتلوا الملك العام، ماشي الحل انهم يحتلوا الشانطي. بالنسبه للعربات المجروره حنا كنشوفوا قرار ديال وزير الداخليه وكذلك قرار ديال السيد الوالي انهم ما يكونوش، ولكن حنا كنشوفوا فيهم هما، كنشوفوا فيهم دابا، كنشوفوا في الناس ما لاقينش البديل، ما لاقينش اللي غيوصلهم، ما لاقينش اللي غياخذ بيديهم. اشنو هو الحل؟ الحل هو انهم يركبوا للعربات، اذا كيشكلوا خطر عليهم وعلى الراجلين، وكذلك خطر على اصحاب السيارات. الى ضربك العربات مجرور ومشى، على من عارك؟ شكون اللي غيعوضك؟ هنا هو الدور، هنا هو الدور ديال السلطات والدور ديال المجتمع المدني. هنا راه ماشي محطه ديال التريبورتورات، هنا وكر ديال التريبورتورات، هنا اي حاجه تلفها لك جيت تلقاها موجوده. لا ولينا كنشوفوا ان بعض التريبورتورات اللي كيدعوا انه كيسوقوهم اصحاب الصوابق او لا او لا او لا، كنشوفهم انهم كيتحوزوا على الاسلحه البيضاء، كنشوفهم انهم في حاله هستيريا، كنشوفهم انهم 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 في حاله تخدير دائم. اذا هاد الناس شكون كتوقع منهم؟ راه كانت مؤخرا دابا شي 3 سنين ولا 4 سنين كان اختطفوا التريبورتور، اختطف دريات وداهم واختصبوهم. رساله لنا نوجه للمسؤولين على راسهم رئيس المنطقه الامنيه ديال الحي الحسني وكذلك السيد ولي جهه الدار البيضاء وكذلك السيد مهيديه، الله يجازيكم بخير. حاولوا انتم شوفوا عينه، شوفوا عينه، هذه عينه ديال اليوم ديال السيمول، سعر الاجسام ماشي حمل الاثقال، دغيا غنديها صافي غنفطروني كولمان. يلا حي، ها انتم شفتوا حالة هستيريا، كلشي مقرقب، كلشي. ها دابا غادي يطلع يسوق لك تريبورتور، ها ما جابهاش بقاو معايا، يطلع دابا التريبورتور وغادي يسوق. البديل هو ان خصنا ناس يكونوا مؤهلين من اجل ضرب من حديد لكل من سولت له نفسه. ها هما دابا 4 العشيه، شوف انت، ها هما الناس جايين كيحطوا دابا تريبورتورات، ها هما غيحطوا دابا الباعه الجائلين. لكن السيد القائد المحترم يحاول انه ياخذ ما نوروش خدمتهم، ولكن يحاول انه يوقف ويضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه.